القوات مجموعات داعش اولا لم تأتي من سوريا، جاءت من داخل تركيا، لم تدخل مباشرة الى الموصل، وانما عبرت عبر المناطق الكردية وبتسهيل من مسعود برزان. ثالثا ان هي لم تدخل الموصل عبر حرب وقتال، وانما دخلت الموصل عبر عملية مخابراتية واسعة، في تقديري أنا استغرقت جهدا استخباريا، تمويل وأموال وتخويف وتهديدات لا تقل عن سنة، وصولا أن تتمكن داعش من استيلاء على الموصل بهذا الشكل المخجل والمشين، طبعا في تقصير من الحكومة العراقية القائمة.